وزارة التعليم العالي هذه الورش الثالث لهذا العام تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية السورية لليونسكو، مع المكتب الإقليمي لليونسكو في بيروت. وأول ورشة كانت في قياس عائد التعليم، ثاني ورشة كانت بالقياس القياس والتقويم، وثالث ورشة حاليا بالإدارة الاستراتيجية. ورشتنا هي بالتعاون مع اليونسكو من خلال إطار العمل التعاون لبناء قدرات التعليم العالي. تم في عقد مجموعة من الورشات، اليوم ورشة منهم بمجال بناء الإدارة الاستراتيجية للقيادات العليا بالتعليم العالي. المستهدفين من هي الدورة هن نواب رؤساء الجامعات، أمناء الجامعات، مدراء شؤون التخطيط ومدراء شؤون إدارية، بالإضافة إلى الفنيين أو التقنيين اللي هن معنيين بهذا المجال. الإدارة هي عبارة عن فن، ويجب أن ننمي مهاراتنا باستمرار. علم الإدارة هو علم واسع لا يتوقف عند حدود معينة، وما مبلغ الإداريون حد المعرفي يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم وتطوير معارفهم في الإدارة. تطوير العمل الإداري ومعالجة العقبات التي تعترض عملنا اليومي، أكيد الدورات مفيدة لتحسين أداء المدير أولاً، وما ينعكس عن هذا الأداء لدى العاملين.